فيتقدم كل طفل ممثل لجمعيته. التنسيق بين الجمعيات الخيرية وسيلة مثالية لتحقيق الأهداف المشتركة، ومن ذلك توحيد برامج الترفيه والتثقيف، كما فعلت ثلاث جمعيات في تنظيم مسابقة فكرية لفائدة الأيتام. لنعطي رسالة أن العمل الجمعوي يجب أن ينبني على التنسيق والتعاون والتكاتف، والمقصود منها أننا نتواصل نتعاون ننسق فيما ينفع اليتيم وأهل الخير. المسابقة كانت فرصة لاستعراض الأيتام لقدرات في الإنشاد، والمشاركون يبدعون في المسرح أيضا. قد أضحك الجمهور. نجاح التجربة يقود المنظمين إلى التفكير في توسيع التنسيق في المستقبل. نتمنى أن هذه المبادرة لا تتوقف، وإنما نستمر في أعمال أخرى مستقبلا في التنسيق فيما بيننا. التثقيف والتفكير في المستقبل العلمي للفئات المحرومة وفي مقدمتها الأيتام أفق آخر في العمل الخيري يحتاج الدعم والإسناد.